قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الكنافة التحفة دي بطريقة سهلة جدا، هنوفر فلوس كتير، هنعملها مكونات كلها ان شاء الله متوفرة عندك في البيت. بس لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في كومنت حلو زيك ولايك، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نخش في موضوع الحلقة ونشوف الكنافة الحلوة دي عملناها مع بعض ازاي. انتوا شايفين كده حبايبي، عندي ده ربع كيلو من الكنافة، انا بجيب نص كيلو الكنافة بقسمه على مرتين، بحطه في الفريزر وبعد كده بطلعه افرفته بالشكل ده. طبعا لو جايباها طازه مفيش مشكله، ممكن تقطعيها بالمقص، بس الطريقه دي بتسهل عليكي ان انت تجيبيها وتحطيها في الفريزر بعد كده تطلعيها بالشكل ده، بتسهل عليكي. عايزه تزودي الكميه انت حره، عايزه تقللي برضو ليكي الحريه. انا هنا هعمل ربع كيلو من الكنافه. زي ما انتوا شايفين جبت حله وحطيت فيها معلقتين من السمنه كبار، اي نوع سمنه عندك بتفضليه، وهضيف كمان معلقه من الزيت. هنزل بقى بالكنافه، لو حسيت ان هي محتاجه سمنه تاني هزود. هنا استخدمت حله عشان تبقى كبيره عشان اقدر ان انا اقلب الكنافه براحتي. عايزه تستخدمي طاسه مفيش مشكله، اي حاجه عندك. تبداي ان انت تقلبي الكنافه مع السمنه، لو حسيت ان هي محتاجه سمنه تاني بتزودي. هنا ببدا ان انا اقلب الكنافه بالشكل ده، اول ما بتنزليها بتحسي ان هي معجنه معاكي، بعد كده بتلاقيها فكت. انا عايزه احمرها وكلها تاخد لون واحد، فايدك فيها وعلى نار هاديه متوسطه، يعني مش نار واطش خالص، متوسطه على نار وسط، وايدك فيها ما تسيبهاش. زي ما انتوا شايفين ده شكل الكنافه بتاعتي بعد ما اخدت لون، شايفين لونها حلو ازاي. هنا عندي نص كوبايه من الشربات بنزل بيه، زي ما انتوا شفتوا كده الكنافه سخنه والشربات بارد، وببدا ان انا اقلبهم بالشكل ده كده. لازم الشربات يبقى بارد والكنافة سخنة او العكس، المهم حاجة باردة وحاجة سخنة. كده خلاص سقينا بقى الكنافة، نركنها على جنب ونشوف هنعمل ايه. انتوا شايفين جبت هنا الكوبايات اللي انا هستخدمها، انا هستخدم الفوانيس دي، عندك كاسات تمام، اي اطقم هتستخدميها. هبدأ ان انا اجيب الكنافة اللي احنا حضرناها ونبدأ ان احنا نحطها بقى. لو الكنافه لقيتيها مسكت معاكي ابدأي ان انت فكيها تاني عشان هي طبعا فيها سمنه فبتمسك. هبدأ احط معلقه كده في كل واحده. عايزه اقولك على تكه مهمه جدا، لما بنحط الكنافه مش بندوس عليها، لان لو دوسي عليها هتبقى زي الناشفه كده والملكومه معاكي وانت بتاكليها، فما بتحطيها ما بتدوسيش عليها، بتحطيها كده وخلاص. زي ما انتوا شايفين حطيت هنا في الفوانيس، طبعا ما حطيتش كل الكميه، في لسه معايا تاني وهنعرف ليه. زي ما انتوا شايفين جبت هنا كيس حطيت فيه كريم جانتيه، ممكن تستخدميه باي نوع مهلبيه، وببدا ان انا احط طبقه كده. ممكن نسويها بالمعلقه مفيش مشاكل، اللي هي طبقه الكريمه. شايفين كده حطيت بقى الكريمه كده بالشكل ده، سويتها كده حاجه بسيطه بالمعلقه. بصوا الطبقه من تحت عامله ازاي، والكريمه عندي هنا دي فراوله قطعتها قطع صغيره، هبدا ان انا احط كده. وده اختياري، ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي موز، ممكن ما تحطيش خالص. زي ما انتوا شايفين حطيت كده طبقه من الفراوله. هنرجع بقى فاكين الكنافه اللي احنا سبناها، هنبدا نحط معلقه كمان كده على الوش. بعد ما حطيت بقى الكنافة تاني كده باجي على الوش، طبعا انا ما دوستش عليها، انا بس حطيت كده اهو، وببدأ ان انا احط برضو طبق الكريمة تانية. ممكن تستبدلي الكريمة بمهلبية، الكريمة سويها بالمعلقة مفيش مشاكل. بعد بقى ما غطيتهم كده بطبقة الكريمة هجيب هنا باقي الفراولة اللي عندي وببدأ ان انا انزل بيها برضو كده، بس بدوس على الفراولة وانا بحطها انا عايزاها تلزق معايا، وهنعرف ليه. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا بقى، حطينا الفراولة بالشكل ده، هنركن بقى دي كده على جنب. هنجيب بولة نحط فيها معلقتين من السكر كبار، وهجيب باكو من جيلي الفراولة.
وهضيف كوبايه من الميه السخنه. انا هنا معايره كوبايه عايزاها بتغلي بالشكل ده، وببدا اقلب كويس قوي لحد ما الجيلي يدوب عندي هو والسكر في الميه المغليه. انا هنا استخدمت كوبايه واحده من الميه المغليه. بعد كده في المرحله دي هنزل بكوبايه نفس الكوبايه ميه ساقعه واقلب كويس جدا مع بعض. في المرحله دي هبدا اخد الجيلي كده وابدا ان انا احط على وش كل واحده منهم بالشكل ده كده. عشان كده حطينا الفراوله دوسنا عليها عشان ما تطلعش في الجيلي لما نحطه. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي ده شكل الكنافه بتاعتنا بقى بعد ما الجيلي بقى دخلتها الثلاجه ونشف معايا. بصوا بقى المنظر، حاجه كده في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال. كل اللي هيدوقها عندك هيسالك على الطريقه بتاعتها عاملاها ازاي، حكايه بجد تحفه والطعم بجد رهيب. جربوها مش هتبطلوها. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.